بسم الله، خلينا نرسم أي شكل. وليكن مثلا سلندر اهوت، اديله نص قطر وبعد كده اديله الارتفاع بتاعي. دلوقتي هبدأ ارسم فجوة جواه، اقول له هنا ارسم لي هول واحد مثلا. هرسم الفجوة هنا تمام، ممكن امدها قد المساحة بس انا همدها جزء صغير عشان انا مش عايز اعمل فجوة كاملة، واقول له اوكي تمام، حاجة بالشكل ده كده اهوت. طيب دلوقتي انا عايز احط ماتيريال على الجزء دوت، هعمل ايه؟ هدوس هنا رايت كليك والاقي هنا حاجة اسمها ابيرنس. ابيرنس ده بيديني ان انا احط اي ماتيريال انا عايزها، وليكن مثلا اقول له انا عايز مثلا جلاس ازاز فيطلع معايا حاجة بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايز ميتال واختار ميتال كده اهوت. مجرد تسحب اي ماتيريال انت عايزها تحطها تبدأ تظهر معاك تمام بالشكل ده. طبعا لو انت عندك كذا شكل ممكن تحط كل حاجة فيهم ماتيريال غير التاني. رايت كليك بوكس، رايت كليك واقول له ابيرنس، وممكن اخد ديت ارميها هنا تاخد ده، يعني اديله ماتيريال مختلفة عن الماتيريال دوت تمام. طيب في حاجة بتحصل تلقائي طول ما احنا شغالين، هو اوتوماتيك كل ما بعمل حاجه بيبدا يحط لها زي شيت زمني، بحيث ان انا في اي وقت اقدر ارجع واشوف اخر شكل كنت شغال عليه. يعني ده مثلا شكل معين، ده لما حطيت الفجوه، ده لما رسمت المكعب تمام، بحيث ممكن بعد كده تاخد سكرين شوت ويبقى معاك ايه الاكتيفيتي، ودي بتبدا تتحرك زي ما انت شايف بالشكل دوت عشان تبدأ تشوف ايه الاشكال. ممكن تحب ترجع خطوة من الخطوات، تحب تاخد صورة للشغل القديم.